السلام عليكم. الإعلام الخاص في اليمن شكل أبرز منابر الحرية لمقاومة الانقلاب الذي استهدف الإعلام وحرية التعبير، كما استهدف الجيش والدولة وحرية التظاهر والعمل السياسي والمدني. حرية التعبير كانت الهدف البارز للتحالف الانقلاب الذي عمل بكل وسائل القمع على تصفية الشهود من مسرح الجريمة، كما يقول مهتمون بالشأن الإعلامي. وكما يقال إن الإعلام يشغل مكانة مهمة، فهو نصف المعركة وثلث الجيش بحسب تعبير أحد القيادات العسكرية العالمية. في بلادنا يظهر دور الإعلام بين مقاومة الانقلاب وتعاطي الشرعية معه، الذي تبدو من خلال الإعلام الرسمي غير متفاعل على مستوى إسناد الإعلام أو من حيث استجابة المسؤولين في الحكومة مع وسائل الإعلام الأهلية. حتى فيما يتعلق بتوفير المعلومة، لا تعمل السلطات الشرعية على إسناد الإعلام بمعلومات وقاعدة بيانات يومية بأبرز الأحداث، كما لو أن المعركة الإعلامية منفصلة تماما عن المعركة السياسية والعسكرية. وهنا نتساءل ما أهمية الإعلام الخاص في مقاومة الانقلاب واستعادة الدولة، وكيف تتعاطى السلطة الشرعية مع الإعلام الأهلي المساند لها؟ ماذا عن أبجدية العمل الإعلامي لدى الشرعية التي تمتلك عشرات الوسائل الإعلامية؟ ولكن الأبجدية والسياسة الإعلامية تبدو غير واضحة. حول هذه التناولات والأسئلة مشاهدينا ستكون حلقة المساء اليمني. أرحب بضيفي فيها هنا في الأستوديو الأستاذ ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ ياسين. أسعد الله مساءك يا أخت آسيا. أهلا بك أستاذ ياسين، وبطبيعة الحال أنت مطلع على ما يدور في الإعلام، خاصة الإعلام اليمني الذي يعني يعد في جبهة المقاومة والشرعية. نبدأ حوارنا أستاذ ياسين، ولكن بعد أن نذهب لمشاهدة هذا التقرير. نجونا في أعقبة من القناص. في جميع المعارك يعد الإعلام أحد أبرز الميادين، ومن يسيطر على الإعلام ويمتلك أدواته يصبح بإمكانه تحريك الشارع ونقل المعركة إلى مربعات التأثير. في الأزمة اليمنية لا يبدو أن هناك تكافؤا في إدارة المعركة بين الحكومة الشرعية وبين الانقلاب، ويبرز هنا سؤال مركزي مفاده من يدير المعركة الإعلامية التي تخوضها جبهة الشرعية في مقاومة الانقلاب. لا يبدو الجواب يسيرا حتى للمتابعين لهذه المعركة التي يدور رحاها في الفضاء الإعلامي، إذ لا يزال المواطن العربي يتذكر جيدا ما حدث قبل أشهر قليلة من لحظات سقوط الانقلاب وفشله في تركيا. فبخطاب واحد عبر وسيلة إعلامية متواضعة وفضائية أهلية سقط الانقلاب، لأن هناك خطابا قويا وصادقا مع الشعب ووسيلة إعلامية سابقت الوقت في الوصول إلى القيادة، وقيادة لم تترفع عن التعاطي مع الإعلام. تبدو المسألة مختلفة في الواقع اليمني، ففي اللحظة التي يمضي فيها اليمنيون في سباق محموم لاستعادة الدولة، تغفل الشرعية ضرورة تفعيل أدائها الإعلامي في سياق استعادة الدولة المنهوبة وتوزيع المعركة بين الميدان العسكري والآخر الإعلامي، خصوصا مع ظروف الحرب وما تحتمه من متغيرات متسارعة تستلزم دعم كل الجبهات الداعمة للشرعية واستعادة الدولة، بل ومصير البلد برمته. يعود السؤال مرة أخرى، من يدير المعركة الإعلامية في جبهة الشرعية لتتناسب مع المعركة النبيلة التي تخوضها المقاومة على الأرض، سواء فيما يتعلق بكشف جرائم الميليشيا وتضليلها للداخل عبر خطاب أحادي بعد أن قامت بعزل كل وسائل الإعلام المتاحة لدى المواطن اليمني، أو عن طريق الخطاب الموجه لوسائل الإعلام المحلية المساندة للشرعية، وتوحيد الخطاب المباشر للداخل اليمني كما هو للخارج المهتم والمعني بالحرب ضد الإنقلابيين. لقد كان الإعلام رافعة في حرية الشعوب، وأصبح من أهم الوسائل لحماية الدولة في زمن سقوط الدول التي سقطت معها حرية التعبير. أغلق الإنقلابيون كل الوسائل الإعلامية التي لم تقبل بالإنقلاب وصادروها كأي جماعة انقلابية تخشى الحقيقة، وعمدت إلى سلسلة من التزييف والتضليل الإعلامي وتجريف الهوية الوطنية في الوقت الذي يطمع فيه المشاهد اليمني لما هو أبعد من الخطاب السياسي إلى الاقتراب أكثر من مركز صناعة القرار ومعرفة توجه الدولة وقيادتها إزاء كافة القضايا. وكما في الحرب يجب أن تحضر الكلمة والموقف في السلم لإخبار الناس بما تحمله الحكومة من حلول لمشاكلهم واحتياجاتهم،
تبدو المعركة الإعلامية مصيرية أكثر من أي وقت مضى، معركة الحرية واستعادة الدولة التي تؤمن بأهمية الكلمة وتأثيرها. إذن مشاهدينا الكرام، مجدد ترحيبي بضيفي هنا الأستاذ الأستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني لو بدأنا بالحديث بداية عن أهمية الإعلام بشكل عام في مقاومة الانقلاب ومحاولة استعادة الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الإعلام هو المعركة الحقيقية في مرحلة حساسة كهذه، وكما يعرف الجميع عندما دخل الحوثيون ونفذ علي عبد الله صالح مع الحوثيين ثورتهم المضادة، كان الهدف الأول الذي نالوا منه هو الإعلام، وكانوا يعرفون جيدا أن الإعلام هذا هو الذي سيكشف مخططاتهم، وهو الذي سيجر الجماهير إلى معركة مواجهة الإنقلابيين. لهذا أسكتوا كل القنوات سواء الحزبية أو الأهلية، وأسكتوا الصحف وأسكتوا المواقع وأغلقوا كل شيء، وكادوا في حقيقة الأمر أن ينجزوا مشروع الإنقلاب بكل سهولة لولا التغيرات التي جاءت فيما بعد. ثم انخرط الإعلام بكل قوة في هذه المعركة، وكان هو الشاهد، وهو الذي ينقل، وهو الذي يوضح الحقائق، وهو الذي يتابع الجرائم، وهو الذي يفضحها باستمرار. وهذه مهمة ليست سهلة في حقيقة الأمر، هذه المهمة دفع الإعلاميون ثمنها غاليا من حياتهم وأرواحهم وأرزاقهم وأمنهم واستقرارهم. هناك العشرات الذين سقطوا في المعارك، وهناك ممن استهدفوا بطريقة بشعة كالزميلين عبد الله قابل والعيزري في دمار، الذين أخذوا إلى مكان خطير جدا، كان عرضة للقصف فقدوا هناك، وكان مكانا في حقيقة الأمر مفقود، لم يكن أهلهم يعرفون أين هم، يعني عوملوا كما ببشاعة بقسوة، ولم تكن هذه المعاملة إلا نتيجة الدور الخطير جدا الذي لعبه. يعني كانوا مدركين لأهمية الإعلام. كانوا مدركين لأهمية الإعلام. القضية هو أن في الوقت الذي يبذل الإنقلابيون فيه جهدا مضاعفا، أولا في تتبع الدور الخطير الذي يقوم به الإعلام المضاد لهم، الإعلام الذي يقف في صف الشرعية والذي يدافع عن خيار الدولة والذي يقاتل بشرف من أجل اليمن ومن أجل المستقبل، وفي نفس الوقت يوفرون كل المعلومات لمصادرهم الإعلامية. هناك يعني مشكلة حقيقية فيما يتعلق بتعاطي السلطة الشرعية مع الإعلام، هناك تعالي أو هناك غفلة أو هناك سوء إدارة لهذا الملف بشكل أو بآخر، هناك حالة من الفردانية الغير مقبولة، بمعنى أنه الحكومة لا تتصرف بشكل تضامني، لا تستحضر وعي تضامني على مستوى كل قياداتها إزاء ما يجب عمله في الإعلام وما الذي يجب أن نوفره للإعلام، وأين دور الإعلام في هذه المعركة أو يعني تلك في هذه المرحلة. عند هذه النقطة أستاذ ياسين، الإنقلابيون كانوا على إدراك بأهمية الإعلام، ولكن أفهم من كلامك أن السلطة الشرعية لم تدرك ما قيمة السلاح الذي بيدها بهذا الشكل؟ لم تدرك أبدا. السلطة الشرعية للأسف الشديد هي يعني هي نتيجة ربما للظروف التي أحيطت بها، فقدت البوصلة، فقدت السيطرة على أوراق مهمة وفي غاية الأهمية، ليس فقط الإعلام وإنما أوراق أخرى، الأوراق أخرى كان يجب أن تلعبها، للأسف الشديد لم تدرك أهمية هذه الأوراق. وأنا أعتقد أن الجانب الورقة الإعلامية هي الورقة المهمة جدا، ولا زالت حتى هذه اللحظة للأسف الشديد السلطة الشرعية لا تتعاطى مع هذه الورقة بشكل جيد. أنا أتصور أن الإعلاميين سواء مؤسسات أو حتى أفراد، مثلا قناة بلقيس على سبيل المثال، طاقم الإعداد في هذه القناة يواجه مشقة كبيرة في الوصول إلى مصادر المعلومات وفي الوصول إلى الشخصيات التي يمكن أن تتحدث وتثري قضية ما، وهذه القضية دائما هي لها علاقة بالمعركة المصيرية نفسها. هناك نوع من التنصل من قبل القيادات والذين أو المخولين بالحديث حول هذه القضية أو تلك، وهذا تنصل غير مقبول في حقيقة الأمر. والمفاجأة أيضا أنك تجد هؤلاء الذين يتنصلون عن الحديث إلى بلقيس يذهبون إلى قنوات أخرى، هذا تنصل غير مقبول، وهذا ينم عن عدم إدراك أهمية الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام الأهلية.
المساندة للشيعية. يعني هناك انفصام أستاذ ياسين، يعني لا يوجد، رغم أن الهدف واحد، المعركة يعني في جانب واحد، الجميع يعني في جانب واحد للمعركة، ولكن هناك انفصال تام بين ما تقوم به الشرعية وإعلامها وبين ما يقوم به الإعلام الخاص من قنوات. بالتأكيد أنا أصف هذه لأن أعزيها إلى الحالة الفردانية التي تسود أداء المنخرطين في الصفوف الشرعية وخصوصا في المواقع التنفيذية. الكل يتصرف بشكل منعزل عن الآخر، لا يتصرفون في المعركة كتيم كفريق واحد. عندما يناقشون مسألة ما لا يستحضرون دور الإعلام ولا يحددون يعني طبيعة هناك غياب التعاطي. تفكير مؤسسي أيوة. قائم على التخطيط. آخر شيء ربما يفكرون فيه دور الإعلام وما الذي يجب أن يقوم فيه الإعلام. جزء من المعركة التي نخوضها في هذه المرحلة لسعادة الدولة ليست معركة ميدانية وإنما معركة إعلامية. على سبيل المثال قاعة العزاء يعني جريمة مدانة، ولكن ما كان يجب أن يستغلها الإنقلابيون هؤلاء الذين حولوا اليمن كله إلى قاعة عزاء، ما كان يجب أن يستغلها سياسيا. استغلوا دماء الأبرياء، الذين جزء كبير من الذين سقطوا أبرياء، ولكن تم استغلال هذه الدماء لكي تستمر الحرب ولكي يستمر القتل ولكي تستمر الدماء تسيل على الأرض اليمنية. كان لابد من دور إعلامي وضع هذه الحقيقة ويقول إن الذي أدى أصلا إلى هذه الجريمة هم هؤلاء الإنقلابيين. لم يستطع، ليس هناك أي طرف أكفأ من وسائل الإعلام، ولهذا لا زال هناك حالة يعني انفصال تام بين الحكومة وبين وسائل الإعلام. لا أرى ممثل. نعم، عند هذا النقطة أستاذ ياسين دعني يعني أقاطعك لنستضيف أيضا يعني أحد الجبهات ربما التي تقف مع الشرعية والأستاذ فهد المنيفي مدير البرامج بقناة يمن شباب عبر الهاتف من عمان. مساء الخير أستاذ فهد. أهلا وسهلا، مساء الخيرات. أهلا بك معنا أستاذ فهد. يعني حدثنا بداية عن التنوع الإعلامي في يعني وسائل الإعلام بشكل عام، المساند للشرعية ما بين رسمي وأهلي، وما أهمية هذا التنوع برأيك؟ وسائل الإعلام عموما تخوض معركة حساسة جدا، تدافع فيها عن قضية عن قضيتين أو في من خلال محورين. القضية الأولى تدافع فيها عن الهوية اليمنية والذات اليمنية، والقضية الأخرى تدافع فيها عن مهنتها ومصداقيتها وأدائها الإعلامي والبيئة الإعلامية عموما في ظل الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في خلال السنتين الماضيتين. نعم. وبالتالي هي تقوم بإبراز يعني حجم المأساة التي يقترفها الانقلابيين والجرائم ايضا التي يمارسها الانقلابيين تجاه الشعب اليمني. واظن وبالتالي ان الاعلام هو الرافعه الرئيسيه في معركتنا لاسترداد الوطن واسترداد الدوله اليمنيه. نعم، اذا كيف يمكن استغلال مثل هذا التنوع استفاد يعني بما يعزز خدمه القضيه اليمنيه نحو اسقاط الانقلاب واستعاده الدوله؟ التنوع ميزة الأداء الإعلامي اليوم، نعتبرها اليوم الإعلام اليمني يعيش نقطة قوة بغض النظر عن الضربات القاسمة والقاسية التي تلقاها من الإنقلابيين، لكن اليوم الإعلام الأهلي الإعلام الرسمي كله يساند يعني بعضه ويسير بهدف واحد، وهو المشاركة والمساندة في فضح الجرائم الإنقلابيين واستعادات الشرعية واستعادات الهوية الوطنية. فأقصد أنه التنوع الموجود اليوم هو يؤدي إلى يعني إلى نتيجة واحدة، وهي المساهمة والمشاركة في المعركة الوطنية الفاصلة مع الميليشيات الإنقلابية. نعم، إذن أستاذ فهد، غياب التفاعل الحكومي مع الإعلام الأهلي كيف تفسره، خاصة يعني ونحن سوية يعني نجد صعوبة في تفاعل الشخصيات الحكومية بالتواصل وبإمدادنا بالمعلومات وبالظهور معنا أيضا، عادة ما يتم الاتصال، التلفونات إما مغلقة أو لا يتم الرد أو الاعتذار، هي ربما سمة كثير من الاتصالات التي نجريها. بالضبط أختي، وللأسف أن الجانب الحكومي أو الحكومة أو الشرعية عموما لم تدرك حتى الآن بعد سنة ونصف أو بعد سنتين، لم تدرك أهمية الإعلام وأنه رأس حربة في المعركة الحالية. هناك عدم تنسيق ما بين المؤسسات الإعلامية سواء الأهلية أو الرسمية
لصناعة جنيدة موحدة، وأيضا لا يوجد أيضا مكاتب إعلامية مع سواء مع الرئاسة اليمنية أو مع الحكومة أو مع رئاسة الوزراء أو مع الوزارات أو مع المؤسسات الشرعية عموما. باختصار أن الشرعية أو الحكومة اليمنية للأسف لم تدرك حتى الآن أهمية التفاعل والتعاطي مع الإعلام، أو لا توجد لديها استراتيجية الاستفادة من الأداء الإعلامي ومن التنوع الإعلامي الموجود في الساحة اليمنية اليوم. سواء الإعلام الرسمي أو الإعلام الأهلي من خلال تنوعه، من خلال القنوات التواصل الاجتماعي، من خلال الإذاعات، من خلال القنوات التلفزيونية، من خلال الصحافة الإلكترونية. نعم، طيب أستاذ فهد، يعني برأيك كيف يمكن أن يطور هذا الجانب، أو كيف يمكن التواصل مع الحكومة الشرعية لربما يعني لكي تدرك مدى أهمية هذا التنوع الموجود، ومدى يعني كيف أننا في صفها وفي جبهتها ولكن نجد دائما الخذلان وعدم الحصول على المعلومة والتقصير الدائم من قبل الحكومة، وكأننا طرف ثالث لا يعني صلة له بما يدور؟ لقطات يعني أؤكد على كلامك، الموضوع ليس فقط مجرد قصور، لا نجد تجاوب، لا نجد أيضا يعني نحن الآن مساندين ومعينين للأداء الرسمي، للأداء الحكومي، للشرعية اليمنية، لكن للأسف هذه الجهات التي تمثل الشرعية اليوم لا تدرك هذه الفرصة المتمثلة منا كإعلام أهلي تحديدا مبادر وباحث عن نقاط الضوء التي تقوم بها الشرعية، لا يدركون هذه هذا الحرص وهذه الجدية الموجودة، ولا أيضا بنفس الوقت قادرون أو راغبون في تحريك المؤسسات الإعلامية الرسمية. أتمنى وأعتبر هذا مقترح يا ليت يتجد له أذن صاغية لدى يعني الحكومة اليمنية، أن يمثل مجلس أعلى للإعلام اليمني المساند الشرعية، يمثل فيه كل المؤسسات الإعلامية الأهلية والرسمية من قنوات تلفزيونية، من إذاعات محلية، من صحف ومواقع إلكترونية، ويكون هذا مهمة المجلس ومثابة مجلس التنسيقي لتنسيق الجهود، لإيصال المعلومة، يعني لحشد الجهود والطاقات الإعلامية لمساندة الشرعية في ظل المعركة الشرسة التي يخوضها الشعب اليمني اليوم. نعم، خاصة الأستاذ فهد، يعني ونحن كما تحدثنا نجد صعوبة في الوصول إلى أي معلومة، على الأقل يعني أنت طمحت كثيرا بالمجلس الأعلى، نحن نود يعني شخص واحد يتكفل بالحديث عن يعني أبرز ما يدار في كواليس الحكومة الشرعية، أيضا على مستوى المعركة، يعني هناك قصور في جانب تحديد يعني تحديد أن هناك إعلام حرب يختلف عن الوضع الطبيعي الذي يمكن أن يعاش. أخيرا أستاذ فهد، يعني تعقيبا على ما حدث، كيف تقيم أداء الجهة الأخرى إعلاميا مقارنة بالأداء الحكومي؟ في الجانب الآخر الانقلابيين جبهتهم الإعلامية متماسكة، هنا يشتغلوا باستراتيجية إعلام حربي، هناك مجلس تنسيقي لكل المؤسسات الإعلامية مثل ميليشيات الانقلابيين سواء التابعة لعفاش أو التابعة للحوثي، يديرون معركتهم بجهود موحدة ومشتركة، ولهذا استطاعوا أن يمارسوا تضليل الإعلامي بشكل محترف، يحولوا يعني الكذب الذي يصنعوه إلى حقائق ويرسموا بها أدمغة أتباعهم، ولهذا ما زال تابعيهم إلى الآن يعيشون في تضليل كبير بسبب يعني هذه الاستراتيجية التي ينتهجها الإعلام الجهات الانقلابية. ولهذا أقول وأتمنى ويا ريت أن الجانب الحكومي أو الجهات اليمنية تتولى الشرعية تحديدا تولي هذه النقطة مسؤولية وأولوية كبيرة في إيجاد شبكة تنسيق، في تحديد أشخاص محددين يقوموا بتزويد وسائل الإعلام سواء المحلية أو الدولية والإقليمية بالمعلومات أولا بأول، أن لا يتركوا المجال للشائعات والتحليلات بقدر ما يستطيعوا توفير معلومات دقيقة وصحيحة.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ فهد المنيفي مدير البرامج السياسية بقناة يمن شباب، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إليك أستاذ ياسين، يعني في نهاية حديث الأستاذ فهد، يعني تمنى على الأقل وجود جبهة أو جهة تنسيق تمد وسائل الإعلام المحلية والدولية أيضا بأبرز المعلومات لكي يتم دحض الكثير من الافتراءات التي يقدمها الإعلام الآخر، ما رأيك؟ أنا أقدر مقترحه، لكن نحن في مرحلة استثنائية، قد ربما لا نحتاج إلى هياكل بيروقراطية الآن على مستوى الأداء الإعلامي. ما نحتاجه هو إجراءات بسيطة جدا. أولا لابد من وجود غرفة عمليات، غرفة العمليات هذه تقوم بإصدار بيانات يومية بالمعطيات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وهذه البيانات تصل إلى المصادر الإعلامية. هناك المسؤولين، لكن أستاذ يعني دعني يعني النقطة الثانية، نعم عند النقطة الأولى، يعني أنت قلت نحن لسنا في مرحلة بيروقراطية حتى نتحدث عن هذا الشيء، على العكس يعني نحن في مرحلة ربما أحوج ما نكون إليه لكي نركز على هذا الجانب. يعني ما قيمة وجود الكثير من الوزارات المتضخمة ولديك وزارة مهمة هي تشغل ثلث المعركة إن لم تكن نصفها؟ أقصد في فترة الحرب المجلس الأعلى للصحافة قد لا هو مثله مثل وزارة الإعلام، ليس له أي فعالية، فهو هيكل بيروقراطي يمكن أن يفيد في مرحلة السلم. الآن نحن بحاجة إلى إجراءات عملية أكثر، مثل غرفة عمليات. غرفة عمليات تصدر بيانات في اليوم 3 مرات 4 مرات، وتتواصل عبر وسائل محددة بوسائل الإعلام. اثنين، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، الوزراء، الفعاليات المهمة جدا التي تعقد في المراكز المختلفة في الرياض، في عدن، في جنيف، في لابد من فريق إعلامي يمثل المؤسسات الإعلامية النشطة في البلاد، قناة بلقيس، يمن شباب، قناة سهيل، قناة اليمن، قناة الشرعية، قناة صنعاء، وغيرها من القنوات التي هذا الفريق لازم يكون مصاحب، لازم يتحرك مع رئيس الوزراء. اليوم رئيس الوزراء في سقطرة، ليس معه ربما إلا مصور رئيس الوزراء، يفترض أنه أن يتواجد مراسلين مرافقين لدى مكتب رئيس الوزراء. هؤلاء المراسلين سيختصرون كثير من العناء بالنسبة للقنوات، سيكون بإمكانهم أن 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 يربطوا القناة بمتحدثين ومن الفريق المتحرك هذا من مكان إلى آخر، سيكون بإمكانهم الحصول على المعلومات الدقيقة والمتفق عليها مع رئيس الوزراء، مع رئيس الجمهورية، مع الوزراء المعنيين الأساسيين، ونشرها وإيصال الرسالة وخوض المعركة الإعلامية في هذه المعركة الاستثنائية بكفاءة عالية. أعتقد أنها إجراءات سهلة جدا، لا تحتاج إلى إلى تدابير استثنائية. كل ما في الأمر، أين محرر أو من مراسل قناة بلقيس أو قناة يمن شباب أو غيرها، محرر مصور إضاءة، هذا الفريق يظل ملازم لرئيس الوزراء حيث ما تحرك، ملازم رئيس الجمهورية حيث ما تحرك. هناك طبعا، وهذا الفريق سيكون لا شك متقيد بكل التعليمات البروتوكولية الصارمة المرتبطة بما يجب أن يقول رئيس الوزراء أو بما يصرح به أو بما يجب أن يعلن على المستوى الإعلامي وما لا يعلن. ستنشأ حتى علاقة جيدة. هذه إلى الآن للأسف الشديد، مثلا مؤتمر الحوار، المشاورات التي عقدت في الكويت، هناك إعلاميين مستقلين حضروا، نعم وأدى دورهم كمعلقين سياسيين، لكن قنوات أساسية مثل بلقيس، يمن شباب، السهيل، وجدت صعوبة في أنها توفد أطقم إلى الإعلامية خاص بها إلى مشاورة الكويت لكي ترفع الحقائق كما ينبغي ولكي تساهم في التغطية بشكل أفق وفعال، وتقوم بعمل شبكات. يعني هذه مشكلة كبيرة، لم تلتفت الحكومة ولم يلتفت الفريق الحكومي المفاوض إلى هذه النقطة على وجه التحديد، بينما الطرف الآخر كان لديه طواقم يعني من قنوات عدة لكل الوسائل التابعة له، ولم يخسر شيء. في حقيقة الأمر التي خسرت هي الكويت، ومع ذلك أنا لا أدري لماذا أغفلت قنوات كهذه. إذن هذه واحدة، هناك يعني هل في الأمر علاقة بالافتقار لأبجديات الإعلام والأسس البديهية، خاصة إعلام الحرب؟ يعني هذا سبب، هذا سبب. هناك أنانيات، هناك حالة من الفردانية، يعني كل واحد يفكر بشكل خاص بشكل مستقل، وبالتالي ليس معنيا بما يجب وما لا يجب، رغم أنه جزء وعضو في الطاقم الحكومي، جزء في فريق التفاوض، ومع ذلك يتصرف فردانية ولا يتصرف في شكل متضامن وفق رؤية محددة ومتفق عليها. الشيء الثالث،
هناك حالة من التوجس العجيبة، يعني للأسف الشديد إرث علي عبد الله صالح إرث سيء، يعني كل الذين يتواجدون اليوم أو معظم الذين يتواجدون اليوم في المناصب الحكومية الأساسية هم كانوا جزء من طاقم علي عبد الله صالح، وهذا طاقم متوجس في الغالب، وهناك أيضا توجس قائم على الهوية الجهوية نفسها، يعني المحيطين بعبد الرب منصور هادي الرئيس عبد الرب منصور هادي ربما يشعروا بتوجس من الآخر بشكل عام، وهذه مصيبة المصائب. نحن الآن في معركة حقيقية، ويفترض أن تكون هناك يعني إجراءات وتفاعل بحجم الحدث، وأنا أعتقد أنه إذا استمر هذا النوع من تغييب الدور الفاعل لوسائل الإعلام فسيدفع جميعنا سندفع الثمن، يعني وأنا أعتقد أن وسائل الإعلام تبذل ما بوسعها. لا يجب أن يستهان بالدور الذي يقوم به الإعلاميون، نعم. سواء في إطار المؤسسات أو على مستوى الأشخاص. نعم، نكمل حديثنا أستاذ ياسين، ولكن بعد أن نذهب لهذا الفاصل قصير نعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب بك مرة أخرى أستاذ ياسين. قبل أن أستكمل الحديث معك ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عارف أبو حاتم الصحفي والمحلل السياسي. مساء الخير أستاذ عارف. مساء الأنوار أستاذ عارف، حدثنا يعني عن كونك صحفي، يعني السياسة الإعلامية للسلطة الشرعية كيف تقيمها؟ أولا يجب أن نعترف أن هناك في ضعف شديد في الإمكانيات لولا تدخل الأخوة في الجانب السعودي ومثلا وزارة الإعلام السعودية التي فتحت مقراتها ووفرت الأجهزة والتقنيات ووفرت أيضا الرواتب والجوانب المادية للزملاء الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية الحكومية. لولا فضلهم بعد الله لما كان هناك إعلام حكومي رسمي واكب هذه الحرب وغطى فعاليتها. هذا شيء. الشيء الآخر هو أنه لا يزال هناك ضعف كبير جدا، ولا يزال هناك كثير من العوار خاصة فيما يتعلق بخطابنا للإعلام الغربي. لما تحدثنا عن الإعلام العربي نحن في القنوات الشرعية والقنوات الحكومية والأهلية اليمنية والخاصة نخاطب الإعلام العربي، والقنوات العربية كثيرة معنا، العربية والحدث والسكاي نيوز والجزيرة وغيرها. نعم، ولكن تغيب في هذه المجموعة الكبيرة التي تتحدث عنها القنوات الخاصة المحلية أستاذ عارف. أضيف لها هي تحدث عن هي قوات أهلية أسميها، لكن نتحدث عن الخطاب الذي يصل للإعلام الغربي للرأي الآخر. الإعلام الغربي لا يزال مسيطر عليهم جماعة الانقلاب، والقديم الجانب الحكومي مقصر في هذا الجانب. من هو هذا الإعلام المحلي أو الحكومي أو الأهلي أو الخاص كما تسمينه؟ من هذا الذي أعد تقريرا مترجما للغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الأسبانية أو عمل فيه أي شيء؟ حين تم قتل المرأة التي توفت وهم يبحثون لها عن مستشفى من مكان إلى آخر، ظللت أناشد كل الزملاء أن يترجموا هذا التقرير والذي عده أظن الزميل أمين دبوان من قناة من شباب. وحين ترجم إلى اللغة الإنجليزية أثار صدى غير عادي، خاطبتنا الإعلام الغربي. ولهذا هذه النقطة التي تعتورنا، وأمننا بعد الله كبير بالأستاذ معمر العرياني وزير الإعلام، هذا رجل دولة ورجل إدارة ورجل إعلام وعشمنا به كبير جدا. ما أضيف نقطة أخرى وهي ما يتعلق ب لا نعلق كل شيء على وزارة الإعلام ونحملها الثقيل. ما هو دور سفارتنا في الخارج؟ حتى هذه اللحظة لا أعلم سفارة يمنية واحدة عقدت ولو مؤتمر صحفي ولو معرض. نعم، هذا في معرض حديث آخر أستاذ. يعني نحن يعني تحدثنا سابقا عن السياسة الخارجية للبلد، الآن نتحدث عن السياسة الإعلامية. هل تجد يعني من خلال حديثك، هل أفهم أن هناك افتقار للأبجدية الإعلامية خصوصا فيما يتعلق بالمعلومة وإيصالها والتعبير عن الموقف أيضا، خاصة كما تفضلت باللغة الأخرى؟ أولا يجب أن نعود للجزء الأول، وهو أقول أن لولا النشاط الكبير جدا وإحياء الروح الدبلوماسية من قبل وزير الخارجية الأستاذ عبد الملك المخلافي لما كان لدينا هناك نشاط دبلوماسي فاعل في القضية اليمنية لهذا الرجل. النقطة الأخرى هي أنه الآن تم فتح مراكز إعلامية تواكب الجبهات في الميدان. مركز إعلامي حاليا يوجد في جبهة نهم مارب، ومركز إعلامي في تعز، مركز إعلامي في ذمار، وأنا على تواصل دائم معهم ويمدوننا بالمعلومات ومقاطع الفيديو
والأخبار المصورة. لولا هذه المراكز لكان غاب عننا الفعل الميداني عن الأرض، وأعتقد أنهم يتواصلون أيضا معكم ومع جميع عدد كبير جدا من وسائل الإعلام. نعم، هذه المراكز الإعلامية أستاذ عارف، هل هي في إطار الإعلام الرسمي أم جهود محلية وذاتية؟ هذه تبع المقاومة الشعبية والجيش الوطني. المركز الإعلامي الذي موجود في مأرب وفي نهر هذا يتبع القوات المسلحة. اللواء خسروف عمل على تفعيل هذه المراكز باستفاده رئيس لدائرات التوجيه المعنوي. كذلك ما يتعلق بالإعلام الذي في تعز في دمار، كذلك مجموعة من الشباب المتطوعين يبذلون جهود غير عادية، تصلني منهم على مدار الساعة. نعم. المعلومات وهذه خطوة جيدة، يعني ربما الحصول على المعلومة بجانب المراسلين وستعزز من موقف الإعلام بطبيعة الحال، وأيضا مدى دقة المعلومة. لكن أستاذ عارف، يعني هناك قضايا حساسة ومهمة ربما يغيب الصوت الإعلامي فيها للشرعية ويترك الرأي العام في حيرة وعدم توضيح. هل تأتي هذه الحيرة نتيجة يعني تجاهل من قبل الإعلام الرسمي أم عدم إدراك لأهمية دور الإعلام في هذه المرحلة بالذات؟ عزيزتي آسيا، رسالتي للماجستير كانت قبل 3 سنوات، عنوانها العوامل المؤثرة في الحصول على المعلومات الصحفية في اليمن. وجدت أن هناك ظروف بالغة الصعوبة في الوضع العادي والآمن، فما بالك الوضع الاستثنائي، هذا وضع الحروب، وضع الميليشيات، وضع تكميم الأفواه وإغلاق القنوات والصحف وسجن الصحفيين بل وقتلهم في ظل تلاطم كبير جدا جدا ومخزي من الإعلام الدولي، من المنظمات الدولية والسفارات الغربية التي كانت تضيق الدنيا. لو أن النظام صالح مثلا سجن صحفي أو أغلق قناة أو حكم حكما غير قابل للتنفيذ على صحيفة كانت تطلب الدنيا على رأسي. الآن يتم قتل الصحفيين وإغلاق قنواتهم ومصادرة أدوات عملهم، ولم نجد من المجتمع الدولي أي إدانة للجماعة الحوثية. الجماعة الإعلام زملائنا في الداخل يعملون بظروف بالغة القسوة، يعملون بعضهم يعمل من قريته في الريف للحصول على المعلومات في ظل رقابة على أجهزتهم وعلى تلفوناتهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأيام الماضية تم حجب خدمة واتساب. الظروف الصحفيين يعملون بظروف بالغة القسوة وبالغة الخطورة، ومع ذلك يجب أن نلتمس لهم العذر، وهذا لا يدفع الجانب الشرعي في الحكومة الشرعية أن يوفر لهم مزيد من الإمكانيات، مزيد من الدعم، مزيد من توفير أدوات العمل كالكاميرات الحديثة وأجهزة المونتاج والرواتب لهم ولأسرهم، خاصة مع توقف الرواتب في الجانب في الداخل اليمني. أعتقد أننا مسؤولية الإعلام في ظرف هذا لم تعد محصورة على وزارة الإعلام بل على كل المجتمع. ونحن الآن في الغرب وهم في الغرب الذي يعيش مساحة واسعة جدا من الأمر الاستقرار، وصلوا إلى مفهوم السيتيزناليست اللي هو المواطن الصحفي. نعم، كل مواطن هو صحفي قادر أن يصور ويوثق وينشر في صفحته. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عارف أبو حاتم الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، يعني طرح الأستاذ عارف كثير من النقاط، ربما فكرة أيضا أن هناك قصور آخر وهو التواصل بالإعلام الغربي، ترجمة التقارير الميدانية، ترجمة البيانات، ترجمة المواقف أيضا والتواصل بهذا الإعلام، ما رأيك؟ هذه أعباء إضافية تضاف إلى دور مؤسسات الإعلام الأهلية، وهي تعمل بإمكانيات شحيحة بطبيعة الحال. إشكالية الإعلام الأهلي أنه يواجه مشكلة في التمويل ويواجه مشكلة في الحصول على المعلومة، ومطلوب منه أيضا أن يوسع من دائرة تأثيره الإعلامي، ليس فقط في الدائرة العربية المحلية الوطنية أو في الدائرة العربية، وإنما في الدائرة الدولية. وهذا أمر يحتاج إلى أطقم إضافية، يحتاج إلى لغات إضافية تدخل، ويحتاج إلى أنظمة وسيستم، ويعني وهذا كله يتطلب تمويل. هذا الأمر لا يمكن أن يتم في غياب هذا النوع من الجفاء من جانب الحكومة. التشجيع لابد منه. نحن لا نطالب بتمويل، وإن كان هذا واجب على الجانب الحكومي في مرحلة استثنائية، إنك تدعم وسائل الإعلام وهي تخوض معركة شرسة وهي جزء مهم في هذه المعركة. نعم، بل أن الإعلاميين والمعلقين السياسيين اليوم هم هدف مباشر للميليشيا،
واعتقد ان صورهم هي التي سبق في الذكرى وليس المقاتلين، رغم انه المقاتلين يقومون بعمل مهم جدا في الميدان ويضحون بانفسهم، لكن الذين عندما تنتهي المعركه سيبقى صور هؤلاء في اذهان المتعصبين والحاقدين. اذا ما طرحه الاخ عارف، ونعم نحن بحاجه الى ان نوسع اطار او افق الرساله الاعلاميه، ولكن هذا لا يمكن ان يتم في اولا في غياب التموين، ثانيا في غياب هذا التواصل اللي يفترض ان يكون قائم بين مصادر المعلومات في الجهاز الحكومي وبين وسائل الاعلام. اشكاليتنا اليوم في هذه الحلقه ربما يتعلق باشكاليه التواصل وعدم تقدير الحكومه لدور الدور الذي يقوم به الاعلام، او انها تقدر ولكنها لا تعمل شيء ولا تتخذ اجراءات بامكانها ان تتخذها ولا تقدم اشياء بامكانها ان تقدمها بسهوله. اذا هذا عدم التواصل استاذ ياسين، ربما يعني هناك من يعني يتساءل هل وصل الإعلام الحكومي والرسمي إلى ذروة يعني ربما كافة قيامه بكافة مهامه وإيصال رسالته، حتى أنه لا يعني ليس بحاجة لبقية القنوات الخاصة؟ لا أعتقد، لا يعني الوسائل الإعلام كيف تقيم أداء وسائل الإعلام الرسمية؟ تعمل ضمن إيقاع ورتم، وربما أن لديها مصادر معلومات، ولكن أيضا هذه المصادر لا تستخدم بالكفاءة المطلوبة، وأيضا تعاني من نفس الإشكالية البيروقراطية هذه، يعني حالة التواصل ما بين وسائل الإعلام سواء كانت رسمية أو أهلية مع الجانب الحكومي لا زالت ضعيفة جدا. مثلا قناة اليمن الرسمية التي تعمل من الرياض ربما مصدر قوتها أنها تتصل بأطقم محددة بالرئيس ورئيس الوزراء، بعد هذا أعتقد أنها تفتقد للتواصل مع بقية المسؤولين. لكن وسائل الإعلام الأهلية ليس لها أطقم عاملة بالقرب من الرئيس ولا رئيس الوزراء ولا المسؤولين الكبار في الحكومة، وليست حاضرة في الفعاليات المهمة جدا، الفعاليات التي لها علاقة بمصير هذه المعركة سواء كانت مفاوضات أو مشاورات أو مؤتمرات. نعم، ربما هذه النقطة أستاذ يعني العلاقة يعني كما شاهدنا في التقرير كيف أن مذيعة استطاعت أن تتواصل برئيس الجمهورية أثناء الانقلاب، يعني هذا عبر تطبيق تواصل اجتماعي. أيوة. نعم يعني لم يكن يعني بالأمر المستحيل أن تصل إلى أعلى رأس في الدولة، ولا توجد يعني بروتوكولات معقدة هناك اللي يعني حارسه الشخصي أو مدير مكتبه أود التواصل بالرئيس وتم التواصل مباشرة يعني بكل بساطة. وهذا ما أردت أن أقوله، ما نحتاجه ليس هيكل بيروقراطية الآن. نحن بحاجة إلى أن نسهل سبل الاتصال ما بين القيادات التنفيذية والقيادات العليا في البلاد وما بين وسائل الإعلام. يجب أن يفهم هؤلاء المسؤولين أنهم لا يتصرفون في معزل عن الناس ولا يتصرفون في معزل عن الإعلام، لأن حركاتهم محسوبة والمواقف يعني نحن الآن جميعا في معركة، ويعني المعركة هذه جزء منها تتعلق بالمواقف السياسية والخطاب الإعلامي والخطاب السياسي. فإذا لم تكن أنت لديك الفعالية الكاملة في هذا الجانب فأعتقد أنك تفقد المعركة، أو على الأقل تظهر وأنت تمتلك المشروعية. نعم. وتمتلك الحقيقة، تظهر كما لو كنت لا تمتلك شيئا منها. نعم، ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الأستاذ فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ فتحي. مساء النور لك والجميع مشاهدي قناة بلقيس التي تميزت خلال الأشهر الماضية وباتت ربما من أفضل القنوات في اليمن. نعم، شكرا لك، شكرا لك أستاذ فتحي ولمتابعتك. كونك أستاذ فتحي أحد العاملين في الوسط الإعلامي الخاص، كيف تقيم تعامل السلطة الشرعية مع وسائل الإعلام الأخرى؟ الحقيقة أن للأسف الشديد الحكومة الشرعية حتى اليوم فشلت في إيجاد صوت إعلامي خاص بها. جميع وسائل الإعلام الرسمية باتت شبه معطلة حتى اليوم. وكالة كتبة في عدن هي معطلة حتى اليوم، جريدة 14 أكتوبر معطلة، وتلفزيون عدن لا يبث من عدن رغم كل الإمكانيات المتوفرة حاليا، وكذلك تلفزيون القناة الأولى أو القناة الفضائية في صنعاء. وإذا كان حال وسائل الإعلام الرسمية الخاصة بالحكومة الشرعية معطل ومغيب حتى اليوم، فبالتأكيد أن العلاقة منعدمة بشكل كامل بين الحكومة الشرعية وبين وسائل الإعلام الخاصة التي ناهضت الانقلاب منذ أول لحظة. هنا في عدن توجد أكثر
من صحيفة ورقية تصدر يوميا، هي ربما ثلاث صحف. هذه الصحف تعمل بما عزل عن الحكومة الشرعية وعن الرئاسة وعن كل الأطراف الحكومية بشكل كامل، لكن هي نعم كيف تتمكنون من الحصول على المعلومة أستاذ فتحي؟ يعني هل تلاحظ أي يعني تعاون من قبل السلطة الشرعية بإمدادكم بالمعلومات؟ بالعكس، لا يوجد أي تنسيق أو تواصل بين السلطة الشرعية أو إداراتها الإعلامية بشكل كامل مع وسائل الإعلام الخاصة، لكن وسائل الإعلام الخاصة هي تعمل بشكل منفصل وتسعى للحصول عن المعلومة ربما في الجبهات عبر مراسليها الخاصين بها، ربما تصل المعلومة الخاصة في أروقة الحكومة الشرعية عبر مسؤولين حكوميين يتعاونون مع هذه الوسائل. لكن التنسيق، هل يوجد هناك تنسيق؟ للأسف الشديد لا يوجد أي تنسيق. كان يفترض للحكومة منذ أول لحظة من الحرب أن تسعى لعقد مؤتمر صحفي ربما يومي ربما نصف أسبوعي أو ربما على الأقل أسبوعي، لكن شيء من هذا القبيل لم يحدث بالمطلق. وهذا الإعلام في كل المحافظات اليمنية المحررة منها مارب وتعز وحتى المكلا وعدن تعمل بشكل منفصل وبجهود شخصية لأجل تغطية الأحداث، لأجل تسليط الضوء على سير المعارك في الجبهات، وكل هذا يتم بجهد شخصي، وربما أن الحكومة نفسها ربما تستمد الكثير من المعلومات عبر وسائل الإعلام الخاص. نعم، إذن يعني برأيك أستاذ فتحي ما مدى تأثير الإعلام الخاص يعني في إيجاد عوامل ربما ثراء لحرية التعبير في بلادنا؟ الإعلام الخاص ربما هو الأكثر انتشارا في اليمن، خصوصا المواقع الإلكترونية. هناك ربما أكثر من 300 موقع إلكتروني تعمل في اليمن حاليا، لكن للأسف الشديد الكثير من عمل هذه المواقع يندرج ضمن العمل العشوائي، لا يخضع لأي رقابة قانونية أو شرعية من وزارة الإعلام. نعم. هو ربما يخضع لرقابة شعبية أو أهلية أو شخصية من قبل القائمين على وسائل الإعلام هذه، لكن عامة أنا شخصيا أرى أن جميع هذه وسائل الإعلام اصطفت صفا واحدا خلال الفترة الماضية في اليمن ضد الانقلاب، وساهمت بشكل كبير في نصرة الحكومة الشرعية، لكن ربما هناك بعض القصور وتحاول هذه وسائل الإعلام كل بطريقته تجاوز هذا، لكن الكل يتمنى ويحلو في اليمن أنه وسائل الإعلام تتطور وتكون أكثر مهنية وأكثر دقة في نقل الأخبار. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي بلزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ ياسين. أستاذ ياسين، طرح الأستاذ فتحي معلومة مهمة أو يعني نقطة مهمة، وهي أن فعلا يعني إلى الآن ما زالت كثير من القنوات الرسمية تبث من خارج اليمن، لم تفعل بعد الإذاعات، لم تفعل الصحف الرسمية، رغم أن هناك مناطق محررة مختلفة. لماذا برأيك؟ طبعا نموذج عدن، هناك نقطة مهمة للغاية بالنسبة لعدن، عدم عودة قناة عدن، عدم إصدار 14 أكتوبر، هذا له علاقة أيضا بإشكالية عدن وعدم الرغبة في تطبيع الأمور في عدن وعدم الرغبة في تأسيس نموذج حقيقي لعدن المحررة، عدن العاصمة السياسية المؤقتة. هنا قوى تدفع باتجاه أن تبقى عدن هكذا حالة منفلتة، حالة غير قابلة للاستئناس. النقطة الثانية تتعلق بالصحافة التي تعمل في عدن. الصحافة الأكثر نشاطاً التي تعمل في عدن معظمها أنا في تقديري مرتبط لا زال بنظام المخلوع، يعني هذه الصحافة أنتجت بعد إغلاق صحيفة الأيام، فهناك أربع صحف على الأقل تم تأسيسها بتمويل من جهاز الأمن القومي تابع للمخلوع صالح، ولا زالت تعمل حتى اليوم وتخدمه بشكل أو بآخر. وأنا في تقديري أن هذه النقطة في غاية الأهمية، وهذه الصحف تساهم أيضا في تغذية الوعي وفي تحديد المواقف لدى أبناء المحافظات الجنوبية، وهذه تشير إلى حالة فاضحة من القصور من جانب الحكومي ومن جانب النظام الشرعي للأسف الشديد. وهذا يمكن أن يضاف إلى سلسلة من الممارسات الخاطئة ومن القصور الذي للأسف الشديد يأتي من جانب الحكومة بدون أي مبرر، على الرغم من أهمية
وسائل الإعلام ودورها في هذه المعركة الاستثنائية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، كنت معنا في هذه الحلقة عن الإعلام وأهميته في مسألة تحرير البلاد واستعادة الدولة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.